سي قرشي، دابا الان شنو المطالب ديالكم من اجل يعني وضع حد لهذه المعاناه تاع بعض السكان تاع الاقامه تاع اوزود؟ واحنا من النهار الاول المطالب ديالنا باينه، هي بغينا وريقتنا، بغينا هاد الاقامه هذه تكمل، بغينا هاد ياخذ البيرمي دابيتات سيد، يعطي الناس وريقتهم. الناس اللي مكملين الفلوس راهم مكملين، اللي مازال ما مكملش راه مستعد يكمل لي فلوسه، ولكن خاصنا نشوفوا هاد الوضعيه هذه، التدخل ديال السلطات وديال السلطات سيرتو ديال الجديده، من العامل، من الوكاله الحضاريه، من الجمعيه القرويه ديال مولاي عبد الله، باش نفضيو هذا المشكل. ما يبقاش المحكمه دازت، سال الحكم، سال كل شيء، ولكن فين وصلنا؟ احنا باقيين كنتسناو، هذا هو المشكل اللي عندنا. بالنسبه للخطوات اللي غديروا مستقبلا، شنو الخطوات اللي غديروا؟ واحنا الخطوات ديالنا هي اننا نتصلوا بجميع الجهات، وحنا هذا الشيء اللي كنديروا، كنحاولوا نتصلوا بجميع الجهات اللي هي مسؤوله باش يمكن لنا نهضروا في هذا الموضوع ديالنا، ونشوفوا يطلقوا لنا هذا المشكل نساليوه هذا مره واحده. لان الناس الاخوان بزاف اللي هما في الخارج، اللي هما كيبغيو يجيو مساكن ما كيلقاوش فين يجيو، جات ديك السنين ديال كورونا، جات من بعد هذا الشيء اللي كاين اللي وقع هنايا، ما يمكنش يجيو هنايا، ما كاين لا ضو لا بيرمي دابيتي لا حتى شي حاجه، وما كيقولوا راه عندها رخصه باش تكمل الاشغال، ولكن فينا هما الاشغال ما كملت حتى شي حاجه.